لم يكن السيناريو المرجح، لكنه وقع بإعلانها نتائج الانتخابات الرئاسية بعد فرز 99% من الأصوات. أعلنت الهيئة العليا للانتخابات عدم حصول أي مرشح على أغلبية الأصوات 50% زائد واحد. الرئيس منتهي الولاية رجب طيب أردوغان حصل على 49.42%، فيما حصل منافسه من المعارضة كمال كليتشدار أوغلو على 44.95%. أما نسبة المشاركة فتجاوزت 88% في انتخابات كان شقها الآخر تشريعي، حمل تقدما لتحالف الجمهور الذي يضم العدالة والتنمية والحركة القومية وأحزابا أخرى. الذهاب إلى جولة ثانية في هذه الرئاسيات على الأرجح في 28 مايو الجاري سابقة في تاريخ الجمهورية، يعلق على رمزيتها وما سيليها حسن الطهراوي المحلل السياسي من أنقرة. على الرغم من تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان بفارق 4 نقاط عن منافسه المعارض كمال كليتشدار أوغلو، إلا أنه لم يستطيع حسم هذه السباق الرئاسي وتجاوز حاجز 50%. الآن يمكن القول أن الأحزاب السياسية والمرشحين الأساسيين أردوغان وكليتشدار أوغلو بدأوا بالاستعداد لهذه الجولة. هذه الجولة بالطبع أعتقد أنها ستكون أيضا صعبة للطرفين، لكن يمكن القول أن ما أفرزته نتائج الانتخابات على صعيد تقدم أردوغان من ناحية، وكذلك على التقدم الذي حققه حزب أردوغان حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور على صعيد الانتخابات البرلمانية وحصوله على أكثرية داخل البرلمان، يمكن أن يقال أنها نقاط تسجل لأردوغان وربما تكون عامل مساعد له في الجولة الثانية. بالإضافة أيضا إلى نقطة مهمة، أن تحالف المعارضة يبدو أنه أصيب بحالة من الإحباط نوعا ما إن صح التعبير، لأنه كان يراهن على عملية الفوز، لم يستطيع هو الآخر حسم هذه الجولة. إذن ستكون تركيا أمام 2 أسبوع من الآن، ستكون أيام ليست سهلة خاصة لتحالف المعارضة التي لم تستطيع تحقيق ما كانت تريده في الجولة الأولى من الانتخابات.